بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم على شاشة التلفزيون المصري، يسعدني أن أكون بصحبتكم للتعليق على مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي. معكم أسامة أبو زينة، أنقل إليكم نهائي بطولة الدوري العام لموسم 2017-2018 بين فريقي النادي الأهلي ونادي طلاع الجيش. يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء بفوز 13 مباراة متتالية. فوز الأهلي في الدور الأول للنهائي يعني على نادي طلاع الجيش بثلاث أشواط مقابل لا شيء. أما نادي طلاع الجيش فاز على الاتحاد السكندري و6 أكتوبر وسبورتنج والطيران وسموحة، وخسر مرتين من نادي الزمالك والنادي الأهلي مرة واحدة، وهذا هو اللقاء الأخير. تشكيل الفريقين، تشكيل فريق نادي الأهلي: 1 عبد اللطيف عثمان، 2 عبد الله عبد السلام، 3 عبد الحليم عبو، و5 عبد الرحمن حسن، 6 شريف أحمد، 7 محمد عادل، 8 كريم فرج، 9 أحمد حمادة، 10 مروان صلاح، 11 أحمد عبد العال، 12 حسام يوسف، 13 محمد عبد المنعم، 15 محمد أحمد قطب، و18 أحمد سعيد، و16 المحترف التونسي شكري الجنيني، و19 يوسف الصافي، و17 محمد رمضان ليبرو، و4 محمد عصام عوض ليبرو الفريق الأساسي. أما نادي طلاع الجيش يعني 1 أحمد فتحي، 10 أحمد العاشري، 4 أحمد صلاح، 16 إسلام محمد، 7 محمود رؤوف، 8 محمد الحسيني، 12 أحمد يوسف، 14 عمر نجيب ورشاد شبل رقم 9 ومحمد السيد 11، أكسس 20 محترف من الكونغو، ومحمد عفيفي 18 ليبرو الفريق أحمد عبد العال رقم 15 وعمر الشملي رقم 19. مدير فني النادي الأهلي الكابتن محمد مصلحي، وتامر مجدي مدرب عام، محمود جمعة مساعد مدرب، محمد زكريا محلل تقني، الحسن عبد المجيد مخطط أحمال، عبد الرحمن مكي مدلق، خالد أبو زينة مدير إداري، أيمن علي إداري، ومحمد شوكت طبيب الفريق. مباراة قوية جدا، محمد الحسيني على الإرسال سبايك سيرف من أعلى، استقبال وكرة بيعديها عبد الله قوية جدا بتيجي في إيد أحمد صلاح، وفي الملعب 1 لا شيء. محترف طويل القامة، ولكن عبد الله عبد السلام نجم كبير، ارسال سبايك من اعلى، ارساله قوي، استقبال من احمد عبد العال، احمد فتحي بيرفع كورة وبيحط كورة احمد صلاح وبترجع تاني، معوض بيطلعها وقطب بيشوط كورة في ايد حائط الصد المكون من احمد يوسف و 1 نادي الجيش، 1 النادي الاهلي. محترف بيلعب ارسال رفعه قويه وكره بتتشاط اقوى من احمد سعيد، وبيرجع تاني احمد صلاح بيشوط كره قويه، ولكن محمد عادل وقطب بيتصدوا للكره بحائط صد جيد جدا. 2 النادي الأهلي، 1 نادي طلاع الجيش. أحمد عبد العال إرسال قوي، استقبال من حسيني وكرة بتترفع، وأحمد يوسف بيشوط كرة قوية ولكن حائط الصد أيضا محمد عادل وأحمد قطب خلوه يشوط الكرة خارج الملعب، بيحاول يلف منهم كده، قافلين له زاوية وخط بشكل جيد جدا. أحمد عبد العال بيستقبل وكرة قوية بيشوطها الحسيني من مركز 6، ولكن حائط الصد عادل وقطب قافلين كويس جدا قلب الملعب. أحمد عبد العال على الإرسال، إرسال قوي، كرة بتترفع وكرة أقوى بيشوطها أحمد صلاح في ايد عادل وبتطلع خارج الملعب.
طبعا احمد بيقول ان الكوره خرجت بره الملعب، وطبعا حكام سواء الحكم الاول الكابتن وليد الخشن او الحكم الثاني علي عبد السلام اعتقد ان هم مركزين جدا في الكور دي. سبايك سيرف من اعلى، كوره في الشبكه، محمد عادل ارساله قوي، استقبال من حسيني رفعه، واحمد صلاح بيشوط كره قويه من مركز واحد بتيجي في ايد عبد الله وخارج الملعب. احمد يوسف ارسال بينزل قدام عبد الحليم عبو، بيرجع تاني كره قويه بزقها احمد سعيد، بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. نقطه يعني عملها كده في ايد احمد فتحي معد فريق نادي طلائع الجيش. سبايك سيرف قطب ارساله قوي، استقبال من عبد العال وكره تانيه بتخش سهله، بترجع تاني من رشاد و بتطلع كره ديفنس، ورشاد بيشوط كره قويه. عفيفي رقم 18 استقبال ورفع وكره قويه بشوط احمد سعيد، بتطلع تاني وبيجي احمد فتحي بيرفعها، والحسيني بيشوط كره قويه ولكن ديفنس عبد العال جيد جدا. سعيد بيشوط كره حلوه، بيسقط كره احمد صلاح، وكره لقطب بيحطها في ايد حائط الصد و ما يتعملش فيها حاجة. ما يتعملش فيها حاجة. عفيفي إرسال خارج الملعب. شايفين عبد الله وعبد الحليم بيتكلموا. عبد الحليم لعيب طويل القامة، عبد الله بيقدر يستغله من منتصف الملعب بشكل جيد جدا. إرسال قوي أحمد سعيد ولكن في الشبكة. يعني إرسالات مهمة جدا في بداية اللقاء. أحمد فتح إرسال خارج الملعب من هنا ومن هنا، وأول تكنيكال تايم أوت واضح جدا. الكابتن ميدو بيتكلم إن هو اللعيبة لازم تبقى أهدى من كده في الإرسالات علشان تقدر تلعب، والمدير الفني لنادي طلائع الجيش الكابتن وائل العايدي وحسام شعراوي بيتكلموا برضو مع فريق نادي الجيش. كورة اهي بشوطها في المحترف الكونغولي قطب، طبعا المقصورة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والاتحاد المصري للكرة الطائرة. النادي الأهلي داخل هذا اللقاء بفوز كل مبارياته. إرسال قوي، استقبال، وكرة بتتشاط قوية داخل الملعب. إرسال قوي من حسيني،
خارج الملعب. خارج الملعب. أكثر من 5 إرسالات حتى الآن. خارج الملعب. سبايك سيرف، كرة قوية من عبد الله، وكرة بتشط من أحمد يوسف، بتلاقي حائط صد جيد جدا من قطب، ومحمد عادل بيتصدى للكرة وبتنزل داخل الملعب. برافو يا عادل من أحمد يوسف. عبد الله ارساله قوي، حسيني بيستقبل كوره كده مش مظبوطه وبترجع تاني ليوسف، وبرده حائط الصد قطب عادل، وكوره قويه بيشوطها يوسف في الاخر من مركز 4 في مركز 5. اكسس بيلعب ارسال موجه، وكره قويه بتترفع من احمد سعيد، ولكن شاطها بقوه خارج الملعب. اهو كان طالع طبعا يقدر يعمل فيها حاجات كتير. ارسال من الكونغولي اكسس، واستقبال من عبد العال، وكره قويه بشوطها عادل من مركز 3 ولكن خارج الملعب. دي لو نزلت الملعب كانت هتبقى يعني شكلها جميل جدا ومؤثرة. معلش اكسس على الارسال، ارسال من اعلى خارج الملعب. حداشر النادي الاهلي، 10 النادي طلائع الجيش، وكره بتيجي سهله بتترفعها وبتتشاط قويه جدا من احمد سعيد. الحسيني ما يعرفش يعمل لها اي حاجه. 12-10 برافو يا احمد، بيشوط من نقطه عاليه وبيعرف يحط الكرة في المكان اللي هو عايزه. احمد عبد العال، وكرة بيحطها احمد صلاح كده بريست ايده، وكرة جميلة بتتشاط من قطب، يعني من مركز 2 في مركز 6، طالع لوحده خالص معاه احمد يوسف وشاطها بقوة ملهاش ديفنس. 13 النادي الاهلي، 10 نادي طلائع الجيش، ووقت مستقطع طلبه المدير الفني لنادي طلائع الجيش وائل العايدي. اعتقد ان هو بيتكلم عن الاستقبال. الاستقبال طبعا ما كانش مظبوط الكور اللي فاتت دي، فمش قادر ان هو يعمل منه هجمه. احمد صلاح الكوره بتجيله زي ما احنا شايفين كده مش مظبوطه، فمش قادر يعمل هجمة منظمة من خلالها. عبد الله بيلعب، عبد الله عبد السلام بيلعب من نص الملعب بشكل جميل جدا وواضح. ارسال احمد عبد العال، احمد درونكا بياخد الكرة، وكرة قوية من احمد صلاح بياخدها احمد سعيد ومحمد عادل، حائط صد جيد جدا، يعني كرة مقفولة. 14-10 ارسال قوي خارج الملعب. احمد صلاح نجم من نجومنا، سبايك سيرف من اعلى خارج الملعب.
15 النادي الاهلي 11 نادي طلائع الجيش في مباراه نهائي بطوله الدوري العام المصري. محمد عادل وارسال قوي بيستقبله يوسف والكره بتترفع وعفيفي بيشوط كوره في ايد عبد الحليم عبو جميله جدا بياخدها بلوك واضح قافل الملعب احمد سعيد وعبد الحليم. و 16 النادي الاهلي 11 نادي طلائع الجيش وثاني تكنيكال تايم اوت. واضح جدا حائط الصد النادي الاهلي بيلعب على ارسال قوي وحائط صد جيد قافل معاه جزء من الملعب بيقدر من خلاله ان هو يفوز. طبعا باين جدا في خططيه في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي. واضح الكابتن محمد مصلحي قادر يعمل سيستم ونظام داخل الملعب بيلعب ارسال كويس وحائط صد كويس يكسب على طول. وايضا واضح الاستقبال مش مظبوط في نادي طلائع الجيش. محمد عادل لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر في تغيير اكيد موجود بالنسبه لنادي طلائع الجيش هنشوفه دلوقتي. كرة قوية بيستقبلها الحسيني بترجع على نت الشبكة فري بول بيشوطها بقوة عبد الحليم. فعلا في تغيير طلع المدير الفني وائل العايدي احمد فتحي ونزل مكانه احمد عشري. و تايم اوت بيجريه الثاني لنادي طلائع الجيش 17 11 وطلع احمد صلاح ونزل مكانه اسلام محمد. هو طبعا بيحاول يستغل ثلاث ضريبه على الشبكه عشان يستفاد بالقوه دي ويبقى عنده الهجوم قوي، ولكن هي المشكله في الاستقبال مش في الهجوم. اهو كوره بتترفع واحمد يوسف بيحط كوره جميله في ايد احمد سعيد وبتطلع خارج الملعب. اتناشر نادي طلائع الجيش 17 النادي الاهلي. ارسال احمد يوسف احمد عبد العال بيستقبل كره قويه بيشوطها عبد الحليم عبو بترجع تاني والحسيني بيشوط كره قويه في ايد تريبل بلوك في ايديهم وعلى بره. احمد يوسف ارسال من اعلى معوض بيجيبوا كره قويه جدا بيشوطها يعني فنت جميل عامله عبد الله عبد السلام بيدخل كوره سريع وسعيد من قدامه بيشوط كوره ولا اقوى ولا اجمل من كده. طبعا من قوه الكوره على الرغم من احمد عبد العال درونكا قدر ان هو يطلع الديفنس ولكن خرجت منه خارج الملعب. سبايك سيرف ارسال احمد قطب ارسال قوي خارج الملعب. سلات طبعا غير كابتن محمد مصلحي حسام يوسف في الملعب. استقبال عبد العال وكوره من قطب قويه بتيجي في ايد الحسيني وخارج الملعب. برافو عليك يا قطب. طالع التايمنج بتاعها مش مظبوط من الحسيني طالع متطوح عليها طبعا احمد سعيد ارسال من اعلى استقبال حسيني
عشر بيرفع كرة للحسيني يعني وراه كده بيعديها بنقطة في ايد حائط الصد وفي خارج الملعب. حسام ايده مفتوحة تسعتاشر خمستاشر طلع الجيش تسعتاشر النادي الاهلي. اسلام محمد على الارسال سبايك سيرف خارج الملعب. عشرين خمستاشر بيرجع تاني التغييرة المدير الفني الكابتن وائل العايدي تغييرة احمد فتحي واحمد صلاح مكان اسلام واحمد العشري، والكابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي بيجري تغييرة، نزل شريف احمد مكان عبد الحليم. شريف احمد ارساله مميز جدا ارسال من اعلى جيد استقبال وكرة بتترفع وبتتشاط من الحسيني بترجع تاني شريف بيعديها وكرة قوية جدا بيشوطها حسام يوسف المعد وكرة اجمل بتتسقط ولا خلف حائط الصد بترجع تاني بتفنس وكرة بيشوطها بينهي الهجمة رالي ثلاث كور رايحة جاية بينهيها محمد عادل سنتر بلوك نادي الاهلي بكرة جميلة شطها من مركز ثلاثة في مركز واحد. طبعا محترف الكونغولي على الرغم من طوله ولكن مهاراته واضحة جدا ان هي غير مهارات عادل او عبد الحليم خالص، دولت في مكانة وهو في مكانة تانية خالص. هو طويل ولكن مهاراته بعيدة في حائط الصد. شريف احمد ارسال قوي استقبال من حسيني وكرة قوية بتتشاط بترجع تاني وكرة اقوى من عبد العال وبيقلب حسام كرة جميلة جدا لقطب بترجع تاني الكرة وعبد الحليم يعني عبد العال بيشوط كرة قوية في ايد حائط الصد وداخل الملعب. شايفين ديفنس جيد من شريف ومن حسام، شايفين يعني اللعيبة مركزة جدا وارسال قوي بيجي في نت الشبكة وبيغير اتجاهه من محمد الحسيني. 17 نادي طلع الجيش 21 النادي الاهلي. تايم اوت بيجري المدير الفني الكابتن محمد مصلحي يعني انتهت منذ قليل مباراة ما بين نادي سموحة ونادي الزمالك، ونادي سموحة استطاع أن يفوز بثلاث أشواط مقابل شوط على نادي الزمالك 27-25-25-23-19-25-25-23. مباراة طبعا تحصيلية نادي الزمالك في المركز الثاني و ارسال قوي استقبال اقوى وكرة قوية بشوطها عبد العال في ايد احمد صلاح ومعتمد مزنوقة كده. شايفين بعد ما شاطها وقع خارج الملعب عايز يلف بيها. 18-21 حسيني على الارسال ارسال قوي سبايك سيرف بيجي في الشبكه
22 النادي الأهلي، 18 نادي طلائع الجيش. ارسال عبد الله، ارسال قوي، عبد السلام، ارسال، ارسال باين طبعا قوته، عبد الله ارساله قوي، في الشبكة، ضياع ارسالات كتيرة جدا، معوض بيستقبل، وكرة قوية جدا بيشوطها احمد قد من مركز اربعة في مركز واحد، لا تصد ولا ترد من حائط صد فردي. ثلاثة وعشرين تسعتاشر، ارسال قوي من عبد العال، و تلاتة اهو كرة قوية بيشوطها وبتحول النتيجة، عشرين تلاتة وعشرين. احمد صلاح ارسال قوي، استقبال من معوض، رفعها من عبد الله، وكرة قوية من احمد سعيد ولكن خارج الملعب. اكثر من اربع نقاط كده مالهمش اي لازمه، بيضيعوا بسهوله، مفهومش اي تركيز سواء في استقبال او في ارسالات بتضيع. بعد ما كان النادي الاهلي فارق فرق كبير، احمد صلاح ارسال قوي، معوض بيستقبل، كره بترجع سهله، وكره بتترفع، واحمد يوسف ابتدت طبعا الثقه تزيد، ده اللي احنا ما كناش عايزينه. سبعتاشر واحد وعشرين، اربع نقط او خمس نقط، وكان 16 11، ما ينفعش يبقى نقطة واحدة طبعا، محتاجين شوية تركيز، نضغط تاني بإرسال، إرسالات كتير اللي ضايعة دي هي اللي عاملة المشكلة دي. لو الإرسالات بتاعتنا، إرسال عبد الله طبعا مهم جدا، إرسال قطب مهم جدا، من أقوى الإرسالات قطب وعبد الله وأحمد سعيد، يعني المفروض ان احنا نسحب بيهم نقط كتير. اتنين وعشرين نادي طلاع الجيش، تلاتة وعشرين النادي الاهلي، واحمد صلاح على الارسال، سبايك سيرف استقبله طبعا حكم بيقول ان هو داس، اه طبعا رجله كلها جوه الملعب. أربعة وعشرين النادي الأهلي، اتنين وعشرين نادي طلاع الجيش. محمد عادل استقبال من حسيني، رفع قوية، وأحمد يوسف بيشوط كورة برست ايده كده بتيجي في ايد حائط الصد عبد الحليم وأحمد قد. تلاتة وعشرين طلاع الجيش، 24 النادي الأهلي. نقطة مهمة، استقبال لو جيد عبد الله هيخلص الكورة بشكل نموذجي، استقبال جيد
واحمد سعيد بيحط الكوره بتطلع تاني، وعبد الحليم عبو بيشوط كوره جايه له فري بول، شاطها سريعه من مركز ثلاثه في مركز خمسه لينهي الشوط الاول 25-23 لصالح النادي الاهلي. واضح طبعا النادي الاهلي من بدايه الشوط متصدر النتيجه، الا ان في نهايه الشوط تعثر نقطتين ثلاثه، وبعد كده خلص الشوط 25-23. مشوار النادي الاهلي في الدور الاول فوز 3-0 على القاهره، فوز الاهلي على الحوار والشمس وبتروجيت والفيوم والاعلاميين والقناه والعاب دمنهور والطيران والقناه مره اخرى والعاب دمنهور والطيران، حتى دخل النادي الاهلي في النهائيات استطاع ان يفوز في كل مبارياته. فاز على الطيران وسبورتنج و6 اكتوبر والاتحاد والزمالك وسموحه والجيش. فاز على الزمالك مرتين، مره 3-2 ومره 3-1 في الدور الثاني، وفاز على سموحه 3-0، وفاز على الجيش بثلاث اشواط مقابل لا شيء. عنده نخبه من اللاعبين بعد البطولة هيعسكر النادي الأهلي إن شاء الله علشان بطولة أفريقيا المقامة على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي. ترتيب مهم جدا طبعا، اربع فرق مصريه ستشترك في بطوله افريقيا، الاهلي الزمالك مش هيشترك طبعا، الاهلي طيران سموحه وطلائع الجيش. طبعا شايفين بدايه الشوط الثاني قدامنا، كان بيأمل الزمالك ان هو يدخل ولكن ترتيبه العام الماضي خامس فمش هيدخل. ثلاث فرق من اللي داخلين معاهم محترفين، الاهلي معاه محترف تونسي والجيش معاه كونغولي وسموحه معاه جزائري. النادي الوحيد اللي ما عندوش محترفين نادي الطيران، هيدخل بطولة افريقيا بدون محترفين. ارسال قوي من عبد الله عبد السلام، استقبال وكرة قوية بتتشاط يعني في ايد حائط صد جيد جدا عادل وعبد العال، واحد لا شيء زي ما قلنا عبد الله وارسالاته. ارسال قوي، استقبال من حسيني، كرة اكسس المحترف الكونغولي بيشوطها من نص الملعب كده اهي، معوض هيقدر يطلعها ان شاء الله. محمد معوض، ليبرو جيد جدا، ارسال خارج الملعب. اثنين النادي الاهلي، واحد نادي طلائع الجيش. احمد عبد العال، ارسال قوي، استقبال وكره بيشوطها احمد صلاح قويه بتيجي في ايد احمد عبد العال وبيحسن النتيجة 2-2.
شايطها من 2 في 5 في مكان كده صعب. احمد صلاح سبايك سيرف من اعلى، كره قويه في الشبكه. احمد عائد من اصابه برضو ولسه ما رجعش لمستواه. احمد لعيب متميز جدا. محمد عادل ارسال قوي، استقبال من الحسيني، رفعه قويه، واحمد صلاح بيعدي كوره كده بريست ايده، والحسيني بيشوط كوره قويه ما بين حائط الصد. عبو وعبد العال اهي. ارسال قوي احمد يوسف، وقطب بيشوط كوره قويه من مركز 2 في مركز 6 بتيجي في ايد الديفنس احمد يوسف وخارج الملعب. 4 النادي الاهلي، 3 نادي طلاع الجيش. تاني ارسال قوي في ارسالات النادي الاهلي احمد قطب، ارسال قوي زي ما احنا شايفين، تطلع الكره قويه بيشوطها الحسيني بقوه، بتطلع ديفنس جميل جدا من عبد العال ولكن خارج الملعب. طلعها بشكل جيد جدا. 4-4. عفيفي ارسال كرة بيحطها عبد الله عبد السلام بشكل جميل جدا، بيضحك على المحترف الكونغولي بليس من قدامه كده اهي، مهارته جميلة جدا. والتاني معرفش يعمل لها حاجة، ارسال قوي واحمد سعيد، وبيقول الحكم الكابتن وليد الخشن كورة دابل على احمد فتحي معد طلاع الجيش. 6 النادي الاهلي، 4 نادي طلاع الجيش. اهي الكره بتلف. احمد سعيد طبعا تايم اوت بيجريه المدير الفني الكابتن وائل العايدي. شايفين الكابتن محمد مصلحي والكابتن تامر مجدي بيحاولوا يبقى فيه ضغط بالارسال وباللعب طبعا. حوائط الصد واضحه جدا داخل النادي الاهلي، عنده أطوال، عنده مهارات. بعد انتهاء المباراة دي إن شاء الله بإذن الله هيدخل في معسكر ومركز على إفريقيا بإذن الله. رسال قوي، أحمد سعيد خارج الملعب. أحمد فتحي معد فريق طلع الجيش. إرسال استقبال من أحمد سعيد، كرة قوية بيشوطها أحمد قطب في إيد حائط الصد أكسس الكونغولي وخارج الملعب. نقطة قوية. سبعة خمسة. عبد الحليم ارسال واستقبال من الحسيني، واحمد صلاح بيشوط كورة قوية ولكن في لمس للشباك.
ستة سبعة. الحسيني ارسال قوي، استقبال ورفعة، والكرة بتتسقط كده برست الايد، بترجع تاني لأحمد صلاح بيحط كرة جميلة من مركز اتنين في منطقة ما بين خمسة وستة، بتيجي في ايد حائط الصد وبتغير اتجاهها. شايفين احمد سعيد بيعمل عليها تراي بشكل جميل جدا، ارسال قوي وكرة جميلة جدا بيشوطها احمد سعيد المستقبل من مركز ستة، وطلعت معاه عبد الله، طلعه بدون بلوك، حطها في نقطة جيدة جدا، برافو عليك يا احمد. في فنتات معمولة، في تحفيز للفرقة في بعض المواقف، واضح جدا سواء واحنا معانا الاستقبال او الكرة جاية مرتدة، عارف هو بيعمل ايه هنا وبيعمل ايه هنا، واضح جدا النادي الاهلي. في زمن للهجمة، عبد الله عبد السلام سبايك سيرف، كرة بتتسقط، ترجع تاني محترف بيشوط كرة في ايد عبد العال، وبترجع تاني وكرة قوية بتتشاط من احمد يوسف، ولكن الثنائي القوي محمد عادل بيرجعها تاني بحائط صد جيد هو وقض في نص الملعب. عبد الله عبد السلام ارسال قوي، استقبال من الحسيني، كرة مقلوبة وحشة، بترجع تاني عادل بيرفع كرة جميلة، بيشوطها عبد العال وبترجع تاني لعبد الله، بيسقط له كرة من بعد خط التلت، سريعة ماشية لعادل بيشوطها في ايد المحترف وداخل الملعب، وزي ما قلت لكم واضح جدا المحترف بطوله، ولكن مهارته بعيدة عن مهارة عادل وعبد الحليم. عبد الله عبد السلام ارسال قوي، الحسيني وكرة بيشوطها قوية اكسس، بتيجي طبعا ارسال في الشبكة، عملها في الشوط الاول برضو، شوت كرة او ياخد بلوك ويضيع الارسال بعديها. 11 النادي الاهلي، 8 نادي طلائع الجيش. ارسال في الشبكة من احمد عبد العال، واضح النادي الاهلي بيلعب ارسالاته على محمد الحسيني، ونادي طلائع الجيش بيلعب على احمد سعيد. أحمد صلاح ارسال قوي، استقبال الكرة بيشوطها، استقبلها أحمد سعيد وشاطها أحمد سعيد من مركز أربعة في مركز واحد، قوية جدا أهي.
عمل التغييرة الكابتن وائل العايدي اللي عملها في الشوط الأول وطلع أحمد فتحي ونزل مكانه إسلام محمد، وأكيد هيطلع أحمد صلاح وهينزل مكانه العشري. بالفعل عمل كده، كرة بيشوطها أحمد يوسف ترجع تاني، وكرة قوية ولكن عايز يحطها كده بريست ايده في المنطقة الخلفية من الملعب. أحمد قض تيجي خارج الملعب. 10 طلاع الجيش، 12 النادي الأهلي. أحمد يوسف وكرة قوية جدا بيوقفها عبد الله بإيده لعبد الحليم عبو، بيشوطها من مركز 3 في مركز 5. برافو عليك يا عبد الحليم، بعيدة جدا عن ايد عفيفي. قض وارساله المتميز، ارسال قوي بيجي في نت الشبكة، استقبله احمد يوسف و الحسيني بيشوط كورة قوية. عفيفي على الارسال و استقبال كده كورة مش مظبوطة. محمد عفيفي خارج الملعب. 14 النادي الاهلي، 12 نادي طلاع الجيش. احمد سعيد نقل من سبايك سيرف لفلوتر سيرف، كرة على الحسيني جت على نت الشبكة وبترجع من عبد الحليم كده بنقطة 15-12. طبعا كابتن محمد مصلحي اكيد هو اللي قال له يغير شكل وطريقه ارساله من سبايك الى فلوتر سيرف. شايفين معد الفريق احمد العشري، اعتقد ان هو في كرة كده مشتركة. نزل على رئة، نزل واضحة جدا على رجل، على رجل المحترف. احمد العشري معد منتقل من نادي سبورتنج الى نادي طلاع الجيش هذا العام. و أكيد هيرجع التغييرة الكابتن وائل العايدي بتاعة أحمد فتحي وأحمد صلاح مكان إسلام والعشري. 15 نادي الأهلي، 12 نادي طلاع الجيش. إرسال قوي استقبله ويرجع تاني، وكورة سريعة بياخدها عبد الحليم عبو بقوة من المحترف الكونغولي. أهي برافو عليك يا عبد الحليم، ده اللي احنا اتكلمنا فيه اهو. شايفين طبعا فرحة عبد الله وبقية اللعيبة ومعوض والباقيين. طبعا لما بيبقى كرة زي دي بتأثر تأثير سلبي جدا على اللاعب الخصم. حتى المعد ما قدرش يقلق ان هو يرفع له كرة تانية بعديها.
ترتيب الدوري حتى الآن نادي الأهلي متصدر، يلي نادي الزمالك، يلي نادي طلائع الجيش، يلي نادي الطيران. وكرة بتتشاط بسنجل بلوك من الحسيني من 4 في 4.13 نادي طلائع الجيش، 16 النادي الأهلي. إرسال قوي، بيجي الكرة سهلة بترجع تاني لفتحي، بتترفها من أحمد يوسف وحائط صد مقفل الشبكة عبد الحليم. نادي الطلائع حامل اللقب نسخة العام الماضي، بيلعب هذا العام على مركز ثالث. وكرة بتتشاط بعد كورتين اترفعوا كده وراحوا جم، رفعها احمد فتحي للمحترف، شاطها في مركز واحد. الحسيني على الارسال، سبايك سيرف، بيجي في نت الشبكه، معوض بيستقبل، وكره قويه جدا بيشوطها احمد سعيد من نص الملعب. برافو يا احمد. في مركز واحد، حائط الصد طبعا ما يقدرش يسيب عادل من غير ما يطلع يأمن معاه. كرة قوية ويوسف والحكم الثاني علي عبد السلام بيقول في شبكة. تغيير بينزل عمر نجيب، ارسال قوي في الشبكة، يعني اعتقد ان هو منزله مكان المحترف علشان يعدي ارسال قوي ما يضيعوش. 18 النادي الاهلي، 16 نادي طلائع الجيش. ارسال قوي من عبد العال، كرة اقوى بتيجي بيحطها احمد يوسف كده من مركز 4، بريست ايده بيمشيها في اخر الملعب. الفرق مش كبير، لازم نركز كويس في اخر الشوط. ارسال قوي، استقبال من معوض ورفع من عبد الله، وكرة اقوى من احمد سعيد بيشوطها يعني من مكان هايل. فرق الطول والجمب ما بين احمد سعيد واحمد فتحي مديله مساحه ان هو يضرب من عنده كويس. 19 النادي الاهلي، 17 نادي طلائع الجيش. تغيير شريف احمد، ارساله الموفق. ارساله جيد اهو احمد، ارسال قوي، واحمد يوسف بيستقبل الكره من احمد صلاح بيرفعها له احمد فتحي. ارتفاعها كده مش مناسب لاحمد، بشوطها في ايد حائط الصد، وعبد الحليم بياخدها هو واحمد سعيد بشكل جيد جدا. وادي الكرة اللي احنا اتكلمنا فيها ما بين عفيفي واحمد فتحي، ولكن جمب احمد سعيد ما شاء الله، ربنا يحفظه، بيشوط من نقطة عالية جدا من فوق ايديه. 20 النادي الاهلي، 17 نادي طلائع الجيش.
شريف احمد على الارسال. ارسال شريف مميز، استقبال من احمد يوسف، وكره بتتشاط بيشوطها عفيفي من مركز ثلاثة في مركز واحد. عفيفي لعيب مميز منتقل من نادي سموحة لنادي طلائع الجيش. احمد يوسف استقبال ورفعة وكرة قوية بيشوطها احمد قض في ايد الحسيني وخارج الملعب. 21 النادي الاهلي 18 نادي طلائع الجيش. بينزل حسام يوسف مكان عبد الله عبد السلام. سبايك سيرف احمد اود ارساله قوي. احمد عبد العال برونكا بيطلع الكره على نت الشبكه بيزقها بقوه. اهو ده اللي احنا اتكلمنا عليه، احمد سعيد في ايد احمد فتحي وبتنزل في ملعب طلائع الجيش. قد بقى الارسال، ارسال قوي، استقبال من يوسف بترجع تاني وسعيد بيشوط كوره بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. بصوا الارسال لما بيبقى قوي الكوره بترجع تاني، تاني مره تاني كوره بترجع من استقبال خاطئ. اذا ارسالات الاهلي واضحه جدا. كرة بيزقها عفيفي كده في نص الملعب. مفيش استقبال، مفيش اداء. محمد عفيفي ارسال في الشبكه. 24 النادي الاهلي 19 نادي طلائع الجيش. نقطه وتفصلنا عن اللقاء. طبعا انتهى الشوط الثاني 25-19. دي اعاده لكور معادة. يبقى الشوط الاول انتهى 25-23، الشوط الثاني 25-19. ده معناه ان النادي الاهلي ضاغط بشكل جيد جدا في ارسالاته وفي حائط الصد، وبيحاول ان هو يخلخل دفاعات نادي طلائع الجيش. ترتيب الدوري، النادي الاهلي في المركز الاول حتى الان، نادي طلائع الجيش في المركز الثالث، نادي الزمالك في المركز الثاني، نادي طيران في المركز الرابع، نادي سموحه في المركز الخامس، نادي سبورتنج في المركز السادس، والاتحاد السكندري في المركز السابع، ونادي 6 اكتوبر في المركز الثامن. بنشيد ببعض اداء المديرين الفنيين اللي موجودين في الانديه المختلفه في مصر. زي نادي الطيران بدون محترفين وبيحتل المركز الرابع. نادي سموحة عنده محترف وبيحتل المركز الخامس. نادي سبورتنج ما عندوش محترفين. وانا شايف بداية الشوط الثالث
أجرى، شايف الكابتن محمد مصلحي والكابتن محمد زكريا محلل التقني بيحاول يفرجوا على بعض الإحصائيات اللي موجودة بالنسبة للعيبة. شايف تغييرة موجودة، إسلام محمد نزل، وشايف الناحية التانية برضو في النادي الأهلي في تغييرة. موجودة نزل عبد الرحمن حسن، ارسال سبايك من محمد الحسين، استقبال من معوض وكرة قوية بشوطها عبد الحليم، وبترجع تاني كرة سهلة بيستقبلها وبيرفع كرة قوية بشوطها عبد الحليم. طبعا الكل كان منتظر ان الكرة دي تتشاط في نص الملعب بدون حائط صد عامل تمويهة ولا اروع من كده. عبد الله عبد السلام، استقبال كرة بتترفع، عبد العال بيحط كرة قوية من مركز 4 في مركز 5 ليبرو فريق نادي طلائع الجيش. احمد عبد العال درونكا طبعا بيلعب بإصابة ولكن دوره مهم. عبد الله عبد السلام وارسال قوي وكرة بتيجي في حائط الصد وخارج الملعب من احمد يوسف، بيشوط كرة قوية في ايد قطب وخارج الملعب. 2 نادي طلاع الجيش، 1 النادي الاهلي. محمد عفيفي ارسال قوي، استقبال من احمد وكوره بتترفع، وقطب بيسقط كوره جميله جدا في نص الملعب بخبره كده. لا طبعا اللعيبه مأخرين ومحدش توقعها. 2-2 احمد عبد العال، ارسال جيد، استقبال وكوره المحترف بيحطها كده في حائط الصد وخارج الملعب، مش متشاطه يعني خبطها كده. اسلام محمد سبايك سيرف، استقبال من معوض، عبد الله بيرفع كره جميله بشوطها احمد سعيد بقوه في ايد حائط الصد وخارج الملعب، وبينزل زي ما قلنا عبد الرحمن حسن وبيطلع الليبرو. عبد الحليم وارسال قوي، الحسيني زي ما اتفقنا اللعب عليه، وكره بيشوطها اسلام من مركز 1 في مركز 6. اسلام لاعب مميز، ارسال وكره جايه من استقباله خاطئه عبد العال، ارسال قوي احمد يوسف بيستقبل، كرة بتترفع بتتشط من قطب قوية بيرجعها تاني للنادي الاهلي، وكرة اقوى من احمد سعيد في حائط الصد المعتاد اللي احنا اتكلمنا عليه برضو الشوطين اللي فاتوا.
احمد سعيد واحمد فتحي. بصوا الكره فين، في ايد فتحي وخارج الملعب. ارسال قوي، استقبال من الحسيني، بترجع الكره خارج الملعب. ابتدت تتوالى الاخطاء بسبب ضغط النادي الاهلي بارسال قوي. عبد الله وقض، قض اهو، وسعيد اهي ثالث كوره. اعتقد ان الكابتن وائل هيجري تغيير او هيبقى عنده مساحه ان هو يغير عشان يظبط الاستقبال. طلب تايم اوت، 6 النادي الاهلي 5 نادي طلائع الجيش. بيحفز لعبته كابتن محمد، هي دي الكوره لعبد الله، عملها جميله جدا. محمد مصلحي بيحاول يحفز لعبته، قطب اهو، ارساله قوي، لعيب مميز، ارسال قوي. بتيجي برضو وحشه من الحسيني. 3 كور الحسيني طالعه مش مظبوطه منه. احمد قض، ارسال قوي، استقبال من احمد عبد العال ورفعه، والحسيني بيشوط كوره قويه من مركز 4 في مركز 6. لما بعدوا عنه الكره اللي فاتت شاطها بقوه. استقبال من عبد العال، وكره بشوطها قطب بقوه ما بين حائط الصد، بتنزل اهي قويه. ديفنس طبعا المحترف الكونغولي ما يقدرش يعمل لها حاجه. و8 النادي الاهلي 6 نادي طلائع الجيش، وشايفين طبعا الفارق واضح جدا. نادي الاهلي بيلعب على ارسال قوي وحائط صد منظم، وبيلعب لعب سلس. انما الاستقبال في نادي طلائع الجيش واضح جدا. مفيش تمسك ب واستمرارية في النقاط، مفيش، ما عندهمش النقطة دي. أحمد سعيد، استقبال من يوسف، الكرة بتتشاط من إسلام وداخل الملعب. شايطها من واحد في مركز 6. أحمد فتحي على الإرسال، مستقبلها أحمد سعيد برضو، ابتدى زي ما اتفقنا. الجيش بيلعب له 3 إرسالات كده على سعيد، وبعد كده يرجعوا تاني كورة على عبد العال، ويرجعوا تاني على سعيد. بيحاولوا ان هم يركزوا ارسالاتهم على احمد سعيد. عبد الرحمن حسن، ارسال بيجيبها عفيفي، خابط في الشبكه، كره قويه بيشوطها اسلام في حائط الصد وخارج الملعب.
8 طلائع الجيش، 9 النادي الاهلي. سبايك سيرف من الحسيني، استقبال، كرة قوية بيشوطها عبد العال، أحمد عبد العال لاعب مركز 4 في النادي الأهلي، بتيجي ما تطلعش دفنس من أحمد فتحي. عبد الله عبد السلام وإرسالاته القوية، سبايك سيرف من عبد الله، إرسال قوي، ترجع الكرة وبيحطها إسلام بليز كده، وعبد الله بيديها القطب، بيعملها نفس الطريقة، وكرة من أحمد يوسف حطها من أهي من خارج، لمسة لمسة عصا الهوائية، قافل حائط الصد احمد قطب جاي جدا اهي، رامي ايده كويس، الكره اللي فاتت عبد الحليم عبو، سلامات ده هو واقف، ولا نط ولا كان في احتكاك مع حد ولا اي حاجة. اكيد طبعا في ناس موجودة ودكاترة هيقدروا ان هم يشوفوه. محمد شوكت طبيب الفريق، وفي هيثم عاطف موجودين، اكيد هينزل محمد عادل مكان عبد الحليم، ارسال قوي، استقبال، وكوره قويه بشوطها يوسف، وبترجع تاني وكوره اقوى وبتيجي وبتحطها كده قد، بترجع تاني كرة قوية وكرة أقوى بيشوطها أحمد سعيد، قد بيحط كرة جيدة، وإسلام بيشوط كرة في نفس النقطة اللي بيضرب فيها الكرة كل مرة في مركز 6. شايفين طبعا عادل اسلوبه في اللعب جيد، سال طبعا ضائع، سال قوي، استقبال، بتترفع والمحترف بيشوط في ايد عادل وخارج الملعب. 10 طلع الجيش، 11 النادي الاهلي. اسلام محمد على ارسال، سبايك سيرف من اعلى، كره قويه، استقبال جيد، وكره بتترفع وبتتشاط قويه من احمد سعيد، الكرة بتتبلس من أحمد يوسف، ولكن قد مركز في الكور دي جدا. بصوا ثلاث لفات أحمد سعيد، واخد فيهم أحمد فتحي بيشوط من عنده، أحمد يوسف
يحصل من اعلى استقبال عادل، وكره قويه بشوطها عادل بتطلع ديفنس واسلام، شاط كره من واحد، والمره دي طبعا قدر ان هو يقف فيها صح في مركز ستة احمد عبد العال، ولكن الحكم بيقول لمس شبكه. تعادل 12-12. احمد يوسف على الارسال، ارسال متسقط بيجيبه، وكره قويه جدا بيشوطها احمد سعيد قدامنا اهي من فوق فتحي في مركز ستة. تلتاشر النادي الاهلي، 12 نادي طلاع الجيش. احمد قطب سبايك سيرف، ارسال قوي بيجي في ايد درونكا وخارج الملعب. 14-12 دي الخطه الموضوعه، ارسال قوي وكره كونتر بعديها قويه، ارسال قوي استقبال من احمد يوسف، كره بتتشاط خارج الملعب، و الحكم الاول وليد الخشم بيقول اسلام معدي اهو رجليه لامسه الخط. طبعا مهم جدا الارسالات، شايفين طبعا قطب بيسحب كور كتيره، وعبد الله واحمد سعيد يعني واضح جدا. بص علو كوره عبد الله بالنسبه لقطب، في لعيب بيحب ياخد الكره العاليه دي، في لعيب بيحب ياخد كوره بتبقى ماشيه وارتفاعها علوها مش عالي قوي. عبد الله عبد السلام قدامنا هو عبد الرحمن، وارسال قوي من احمد قطب استقبال، وكره بتتشاط حلوه من الحسيني بترجع تاني، وعبد العال بيشوط كره كده جميله من مركز ستة في مركز ستة. شايفين الكره دي المفروض تتشاط بقوه اكتر من كده، بتغير اتجاهها في ايد حائط الصد. و 16-12 وثاني تكنيكال تايم اوت في الشوط الثالث من اللقاء، في أريحية واضحة جدا على لاعبي النادي الأهلي، بيلعبوا كده يعني براحة. وشايف في اعتراض من لاعبي طلاع الجيش على بعض الأمور. عبد الحليم عبد الرحمن حسن لاعب صغير السن، مستقبله جيد جدا ان شاء الله داخل النادي الاهلي. سبال والحسيني بيحط كوره كده
من 4 في 5، ولكن عبد العال بيحط ايده فيها، واللاينزمان هيثم المراكبي بيقول ان هي تاتش استقبال، كرة قوية جدا بيشوطها ولكن خارج الملعب. اهي شايطها من نقطة عالية جدا ولكن بره. 14-16 المحترف الكونغولي، طبعا قوة عضلية غاشمة ولكن بدون مهارات. مش بدون مهارات ان هو ما عندوش مهارات، لا هو بيلعب فولي، ولكن واحد زيه بامكانياته ممكن يبقى حاجة كبيرة جدا. والتغيير واضح، ممدوح كان مصاب وابتدى يرجع تاني، الحمد لله على السلامة. ممدوح عبد المنعم 16-15 وشايف في تايم اوت كده عشان كان 16-12 بقى 16-15. ممدوح عبد المنعم لاعب كان عنده إصابة ومن أبناء النادي الأهلي، رجع تانية وكرة بشوطها عبد الرحمن قوية ترجع تاني، والحسيني بشوط كرة جامدة اهي، كرة بترجع اهي. تغيير عشان حائط الصد، تغيير ممدوح، كرة قوية بشوطها قدس من مركز واحد، في مركز واحد 17 النادي الأهلي 16 نادي طلائع الجيش. هما جابوا 4 نقط والنادي الأهلي جاب نقطة، هيبتدي يضغط تاني بالإرسال واضح اهو قدامنا، ترجع تاني وكرة قوية الحسيني بيشوطها بيطلعها قطب وبيرد أحمد سعيد بكرة قوية جدا ومباغتة من مركز 6، يعني قوية في ايد حائط الصد من نقطة عالية وبرافو. ارسال وكرة بتطلع تاني ديفنس من الحسيني وبيبلس كرة جميلة جدا بيطلعها احمد قد بشكل جميل، بتعود الكرة رالي 3 نقط قوية وبتتشاط يعني من نص الملعب، لاعب عفيفي محمد عفيفي. سبعتاشر طلائع الجيش 18 النادي الاهلي، ارسال قوي استقبال وكرة بشوطها قوية جدا احمد عبد العال، تسعتاشر 17. عبد الرحمن حسن ارسال قوي استقبال، كرة بتتشاط قوية من الحسيني في حائط الصد وبتغير اتجاهها 18-19.
اكيد هيلعب سبايك سيرف قوي محمد الحسيني. استقبال عبد العال وكره بترجع وقطب بيحط كوره كده بخبره السنين في ايده وخارج الملعب من غير ما يشوطها اهي بيزقها كده في ايده محمد عفيفي وخارج الملعب. 20 النادي الاهلي 18 نادي طلائع الجيش. عبد الله عبد السلام ارسال استقبال حسيني الكره بتترفع وحائط صد جيد من عادل الكره بترجع تاني واحمد قطب بيزق كوره من جنب ايد احمد يوسف مرفوعه كده جوه شويه. 21 18. حسام يوسف ارسال قوي استقبال احمد يوسف بيشوط كوره قويه بتيجي في حائط الصد وخارج الملعب. ارسال قوي استقبال من معوض وكره بترجع تاني ولكن بشوطها المحترف ايده تخبط في الشبكه بدون تركيز. هو ده اللي احنا بنقول عليه اللعيب الكبير في النقط الاخرانيه بيبقى مركز اكتر من كده. احمد عبد العال وكره بتترفع بتتشاط جيده. من نص الملعب اسلام محمد سبايك سيرف من اعلى استقبال معوض وكرة بتترفع قوية جدا ولكن الحكم الاول وليد الخشن بيقول ان هو شايلها. واحد وعشرين طلاع الجيش 22 النادي الاهلي. تايم اوت طبعا بيجريه المدير الفني للنادي الاهلي. كرة ما كانش فيها حاجة شايف محمد معوض بيتكلم معاه ولكن النقط اللي زي دي في الاوقات اللي زي دي بتبقى حساسة جدا ممكن نقطة تقلب شكل المباراة او شكل الشوط. مش عايزين نوصل لكده وان شاء الله مش هتوصل لكده. سبايك سيرف كوره خارج الملعب. 23 النادي الاهلي 21 نادي طلائع الجيش. محمد عادل وارسال قوي استقبال وكره بترجع من احمد يوسف هتصد جيد ترجع تاني لاحمد يوسف بيشوطها من جنب ايد حائط الصد وبيعدل النتيجه 22 23. احمد يوسف على الارسال ارسال قوي استقبال
يعني مش في وقته دلوقتي، لازم يبقى في شوية تركيز. 23 23، أحمد يوسف، استقبال من أحمد، وكرة بيشوطها قوية جدا 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 انسايت، وفيها من قوتها وسرعتها، شايفين شايطة بقوة ازاي؟ طبعا جوه الملعب بكتير قوي، ولكن اعتراض لاعبي نادي طلائع الجيش طبعا على كرة زي دي، ما اعتقدش ان هي يعني اعتراض ناجح. وبنقول الف الف مبروك فوز النادي الاهلي ببطولة الدوري العام هذا العام، بعد غياب طال اكثر من موسم واكثر من عام. الف الف مبروك، بنحتفل جميعا بفوز غالي، ومبروك بطولة الدوري، ونأمل إن شاء الله بإذن الله بطولة كأس مصر والبطولة الإفريقية التي سوف تبدأ في نهاية شهر مارس الحالي. بشكركم وبقول لكم ألف ألف مبروك، فرحة حلوة، شايفين الجهاز وشايفين اللاعبين، شايفين الكثيرين من محبي كرة الطائرة ومشجعي الكرة الطائرة داخل النادي الأهلي بيحاولوا يشجعوا، شايفين شكري المحترف التونسي اللي ما دفعش بيه النهاردة الكابتن محمد مصلحي، فرحان جدا بالبطولة، شايفين عديد من القيادات داخل المقصورة، وأيضا اللاعبين والجهاز الفني، وشايفين قدامنا درع البطولة، قدامنا الكابتن خالد ناصف والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي